هذا الكلام غيري. أنا أعرف أني أنا صاحبة شجاعة في الفكر الاجتماعي. لا أدعي أني أهاجم، أنا لا أهاجم، أنا أطالب بإصلاح هذا القانون وفورا، لأنه تبعات هذا القانون هدم الأسرة الإماراتية، تمكين المرأة إلى درجة إعلاء قوة واتخاذ القوة ضد مصلحة الأسرة. هذا خطأ، هذا خطأ. يجب أن نراجع منظومة المشروعات التمكينية للمرأة ونعيدها إلى نصابها الصحيح، ونقول نتوقفها شوية، أنت عليك مسؤولية أكثر من أنك تنصبي وزيرة ولا طبيبة ولا تقودين طائرة عسكرية، أنت مسؤولة عن أمن المجتمع داخليا وهو الأمن الأسري. وأيضا اليوم سعدت بلقاء الدكتورة موزة غباش، نورتينا، جزاك الله خير. شكرا. كنت متحدثة متميزة اليوم. الله يسلمك. قلتي كلام صراحة كبير وعيبتني الرمسة، وباخذ منك بعض النقاط. تفضل. كيف أعطيتوا الحرمة زيادة عن هذا؟ أنا طلعت من سنتين مقولة وكتبت المرأة تمكنت حتى تمردت، فبديت أدرس الخط الفاصل ما بين التمكن والقوة والتمرد على القانون وعلى منظومة القيم. هنا الخطورة اللي صارت، لأن زودنا جرعة التمكين للمرأة. المفروض الآن نقف لندرس أين أخفقت المرأة من هذا التمكين، هل استفادت منه أم أضرت أسرتها وبيتها الأساسي وأبنائها. دكتورة خبرينا عن وين أخفقت المرأة بالتحديد؟ أخفقت في البنية الأسرية، في ترك الأبناء بعيدا عنها حتى وقربها مكانيا أقصد، لأنها أرادت أن تحقق طموحات على حساب الابنة والابن والزوج. اليوم الخسران هي الأسرة الإماراتية. اليوم هؤلاء الأبناء الذين خرجوا من أيدي مربيات أجنبيات، من هم المسؤولون عنهم؟ رجعة الدولة في إعادة تأهيل هؤلاء الذين أخفقت أمهم في تربيتهم. فما أود أن أقول، أنا لا أنتقد إلا من واقع اجتماعي مهم جداً، طلبا لإعادة النظر في مشروعات التمكين للمرأة، لنقف قليلا ونرى هذه النجاحات ما هي جوانبها السلبية. يعني لازم المرأة ترجع لدورها القديم، لازم التربية، وهو الأسرية. ليس قديم، هو يتجدد كل يوم. صحيح. الدور الأسري أهم دور في حياة كل الأمم وكل الحضارات لبناء أجيال، لبناء الأجيال، لأن إعادة بنية المجتمع إنسانيا واجتماعيا قائم على الأسرة. فإذا أخفقنا أو خسرنا الأسرة، ماذا سنعمل بناطحات الصحة؟ ماذا سنعمل بها؟ نحن نريد الإنسان الذي يحمل لواء ناطحة الصحة هذا، الإنسان القوي المثقف المؤمن المرتبط بمنظومة قيمه وأخلاقه وهويته، في يد المرأة والرجل، في يد الأسرة والإمارات كل دعم. شكرا دكتور. بس عندي سؤال ثاني أقبل. خلنا نقول المرأة الإماراتية تمكنت في المجال الإداري، ربما هملت الأسرة بعض الشيء، شو تقولين؟ لكن هذا مجال إداري، لكن شو تقولين المرأة الإماراتية اللي تهمل الأسرة لتصوير وعرض أزياء واستوى فاشينيستا؟ سوري على الكلمة. أنا هذا أعتبره نوع من الخسائر الكبيرة للمشروع التنموي الاجتماعي في دولة الإمارات، خروج هذه الظواهر من الفاشينيستات وأصحاب المظاهر الباهتة والتافهة جدا. هذه ضمن ما يركد من المشروع التنموي، يركد بمعنى ينزل من الأسفل ولا يستحق أن نقيمه.